مرحبا شباب، اليوم بنتكلم عن الاري. خلي اول شيء نفهم شنو هو الاري. اري معناته مجموعه مصففه. زين، اذا كتبنا اري ماث مثلا في جوجل بيعطينا اشكال مصففه. زين، مثلا صفه البيوت، صفتين من البيوت. زين، هني مثلا بيعتبر صفه. اوكي، هاي معنات الاري. زين، فكلمة اري بروحها هاي معناتها. زين، فنسبة حق البرنامج حق الكومبايلر شنو نقصد فيه بالاري؟ مو احنا عندنا انت variables اللي هم integer double وذلين، هذلين data type. تمام، احنا نحتاج نسوي اري من data type. ليش؟ خلي برايكم ليش، شنو السبب؟ خلينا نقول عندي 5 variable من نوع واحد كلهم integer. شلون بسوي؟ لازم اقول له x يساوي 5، بعدين فاصلة y يساوي 6، فاصلة z يساوي 7، بعدين مثلا خلينا نقول a يساوي 11، Q يساوي 4. ايش كثر خذ مني وقت، وايش كثر معقد، وقعد افكر شنو اسمي الفاريبل شغله. زين، والشيء الاخس انه شنو ذلين بيكونوا في الميموري مو صوب بعض. زين، هاي مو مهم حاليا، بس عشان نفهم فكره الاري وايد مزعج. زين، من مكان اسوي كل هالفاريبل واعور راسي، الاسهل عليه شنو اقول له array، يعني احط له square bracket اللي تحصلونه مكان البريسي اللي كذي، ولكن بدون shift. تمام، خلينا نسميه array. اوكي، بعدين شنو الحين؟ انا قلت ابي مصفوفات. اذن شنو النوع اللي احتاجه؟ الحين لازم اخبره، اقول له يساوي new. زين، new احجز مكان جديد في الميموري. زين، مثلا انتجر، لان ليش انا في البدايه خليت انتجر، فلازم يكون انتجر. تمام، اقدر اخلي انتجر بعدين اخلي اشياء ثانيه ممكن، ولكن ما بنسوي في هالليفل، بنسوي بعدين. زين، انتجر، وهني انتجر، هني بقى علي شنو السايز، لان ليش انا قاعد اتعامل ويا ميموري، فالميموري حتى لو عود ولكن لازم احدد له السايز اللي انا ابغيه. زين، مثلا خلينا نقول 4. تمام، فالحين سويت لي 4 مصفوفات. زين، لاين واحد عندي 4 خانات. الحين اذا بحط الديتا شلون بحطهم؟ بحطهم بهالطريقه array. واحدد الاندكس، واحط القيمة اللي ابغيها. ليش طلع لي هالايرور؟ السبب لان انا ما سويته في المين. فاذا تبون مثلا تحطون قيم، لا، يا يكون في ميثود او يكون في مين. زين، فلان ليش الكلاس هني برا بس حق تحديد الفاريبل والميثود. اوكي، فعلشان نحل هالمشكله شنو بنسوي؟ بنقول له بي اس في ام. زين، فتحنا مين، ناخذ هاي كامل كوبي نوديه هنا. اوكي، انا ساعات هالاغلاط اخليها بالعماله عشان اذا واحد منكم صاد نفس الغلط يعرف شلون يحله. زين، وهاي نسبة حق الاري شلون نكتب. زين، شنو معنات 0 equal 10؟ خلينا نشوف كرسمة مبسطة. هالاري مثل ما قلنا مصفوفات. اوكي، لان الكمبيوتر ما عنده عيون وما يعرف البوزيشن، فشنو حطوا لنا؟ حطوا لنا اندكس، ويبدي من صفر. زين، علشان يفرق عن اللي شو اسمه، عن اللينث. يعني الحين لو اسالكم كم طول الاري، بتقول لي 5 لان عندي 5 مصفوفات،
واحد اثنين ثلاث اربع خمس، تمام؟ اللينث ماله خمسة، ولكن البوزيشن او الاندكس زين عندي يبتدي من الصفر، يعني اخر واحد اربعة مو خمسة، تمام؟ فيوم انا اقول له حط لي في بوزيشن زيرو عشرة زين، فمعناته خليته هني. اذا قلت له ابي احط 12 في بوزيشن 2، شلون اخليه؟ اخليه هني زين. شلون اخليه كبرنامج؟ دايركت هني انزل اقول له اري واقول له 2 يساوي 12، تمام؟ هني 4 هناك 5 مو مشكله، هني خلينا نحط بعد 5 عشان يكون نفس الرسمة، هني خمسة وهناك خمسة. اوكي، هاللينث هني تحطون رقم اللينث الطبيعي، الطول اللي تبغونه، اوكي؟ فهاي خمسة. اذا شوفوا هالطريقة، هالطريقة اذا خمسة مصفوفات عندي سهلة، ولكن خلينا نقول عندي مثلا عشرة، عشرة مصفوفات، فهل بستخدم هالطريقة؟ بتكون وايد مملة، صح؟ فالطريقة الثانية عشان احل المشكلة شلون؟ ان افتح بريسي هني زين واحط القيم دايركت، وعلى اساس القيم هو بيحدد لي كم طول الاري. الحين كم قيمة انا حطيت؟ خمس قيم، فمعناته ان عندي خمسة element. اللي داخل الاري نسميه diamond، يا data يا element، تمام؟ ساعات يسمونه object زين. هاي الطريقة الثانية نخلي فيه ديتا. خلينا نقول ان انا ابي احط 100 ديتا، هالطريقة بعد ما بتنفعني وايد، بتكون طويلة. فالطريقة الافضل عشان احط الديتا، ودائما انتم بتستخدمونها زين، ان استخدم لوب. انا شو اسوي؟ اول شيء اعرف، اقول له هني نيو انتجر، وهني خلينا نقول خمسة، واستخدم لوب من مكان ان اكتب خمسة اسطر، استخدم لوب. فشنو اقول له؟ اقول له فور، ودائما فور يعني او الافضل خلينا نقول فور، لان ليش؟ فور يستخدم حق العدد، احط فيه معادلة واكسبريشن يشيك لي العدد. خلينا نشوف شلون. نقول له انتجر اي ايكوال زيرو، ليش بديت من زيرو؟ لان اول اندكس عندي زيرو، تمام؟ بعدين i less than، اقدر اخلي طول الاري اللي هو خمسة زين، ولكن الافضل اخلي الكود مالي يكون دايناميك زين. شلون يكون دايناميك؟ ان اخلي ميثود او فانكشن من الاري نفسه هو يحدد لي الطول، فاذا غيرته هني خلاص ما يحتاج ارد اغيره تحت، اوكي؟ فالميثود بيكون نكتب اسم الاري دوت لينث، تمام؟ اذا غيرت هني 6 7 هني اوتوماتيك بيتغير اللينث، اوكي؟ اخر شيء هني هاي الاكسبريشن، اي شيء فيه علامه تعجب او اكبر اصغر يساوي يساوي وكذي، هاي يسمون اكسبريشن زين. انا يشيك يعطيني يا ترو يا فولت زين. بعدين نقول له اي بلس بلس زين. الحين بنخلي قيمة في الاري، اوكي؟ فالحين بنخلي قيم. شلون بنحط قيم؟ بنقول اري زين، مثلا خلينا نقول نبغي كل نبغي اندكس زين، كل الاندكسات يكونون فيهم رقم كم؟ عشرة مثلا زين. لان انا ابغي كل مرة يتغير الرقم رقم الاندكس، فشنو بخلي؟ بخلي اي، لان ليش؟ مرة ابي يكون صفر واحد واثنين وثلاثة واربعة، وهاي الشيء وين يصير؟ يصير حق الاي، كان صفر زين بيدش اللوب بيسوي العملية بيطلع بيصير واحد، لان هني عندي بلس بلس زين، وكذي الى ما شنو الكونديشن هني يطرده، انه يكون اكبر من اللينث ينطرد، تمام؟ يعني ما بيصير خمسة، لا يعني لازم يكون دائما اصغر، يعني حد اربعة، تمام؟ فهني بنقول له يساوي شنو؟ خلينا نقول عشرة.
زين احنا خذينا شلون نسوي input، بس خلنا نعرف شلون بنسوي output. بنستخدم اول طريقة، احنا سوينا input already، الحين لازم نعرف شلون نسوي output. خلينا نستخدم اول طريقة. زين اول طريقة شنو قلنا؟ نخلي الاري زين بالرقم الindex ماله، نقول array، بنقول مثلا صفر، اوكي، ونشغل البرنامج ونشوف. عشرة زين، اذا غيرته مثلا خلينا نقول واحد، بعد اعطاني عشرة. لو مثلا خلينا نقول غيرت القيمة خليتها 20 حقهم كلهم، اعطاني 20. زين هالطريقة بعد حق الاوتبوت مملة للأسف، ما في طريقة ان نكتب في الاري انه يطلع مر كله، لازم نستخدم لوب وياه. فمثلا لو كتبنا بس اري، شغلنا البرنامج، بيعطينا هاي الكود، هاي بيكون ادرس ميموري، تمام، مكانه في الميموري، لان ليش هو عبارة عن مصفوفات. زين مثل ما قلنا مصفوفات من شنو؟ السؤال اللي يطرحه صج، احنا قلنا انتجر، ولكن هو انتجر في الاساس هو ادرس ميموري، تمام. بنرجع حق هالنقطة، بس خلينا ناخذ الاوتبوت شنو نوع الاوتبوت، بعدين بنعرف مصفوفات من شنو وليش يطلع لي هاي الكود. زين فاحسن طريقة انه اسوي لي لوب ثاني، واقول له انتجر اي ليش يصير مرة ثانية؟ لان انا برع اللوب، ما حطيت بريسي، ما حطيت نوع الكيرلي براكت. كل زيرو اي less than array dot length اي بلس بلس، اوكي، وخليت السيستم دوت اوت هني. وشنو قلت له؟ قلت له ابيك تطبع لي كل الصفات بالاي، تمام. خلي بس شوي نحط مسافة عشان يكون اوضح حق العين. الحين بنشوف طبع 5 × 20، اوكي. فخلنا نقول ان انا ابي احط قيم بنفسي، زين شلون بسوي؟ لازم استخدم سكانر، اقول له import java.util_scanner، بعدين هني اعرف scanner read، سميته read مثلا، وهني بقول له new scanner system.n. زين فشنو عندي؟ طريقتين، في طريقة ان اخلي variable، زين افتح بريسي هني واخلي variable مثلا خلينا نقول integer number، اوكي، وهني اقول له read dot next integer، اوكي، بعدين نام اخليه هني، تمام. هاي اوكي يشتغل، ولكن اختصارا شنو بسوي؟ بكنسل هاي، بكنسل هاي، وبخلي هاي تحت، بشي اسمه كولوم زيادة، خلاص نفس الشيء. زين خلي بس نحط مسج بس عشان نعرف ان هني لازم نكتب، نقول له انتر 5 number.
خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، خلينا نقول بالضبط طبع لي نفس اللي خليته. فهاي أحسن طريقة عشان أسوي input و output، تمام، ويروح دايركت في الاري. بالنسبة حق اللي يبي بعد اختصار أزيد، ليش أستخدم اثنين لوب مدام أقدر أستغلهم في لوب واحد؟ هني أحط بريسي حق اللوب وأشيل السيستم دوت أوت أخليه في الأولي، تمام، وأكنسل هالفور بيشتغل بالضبط نفس مساعة، لكن اختصرت على نفسي كود وش اسمه ووقت. أقدر أخلي شنو عمودي 5 4 44 أو ما يفرق، بعد طبع لي أوكي. فهاي نسبة حق الأوتبوت. الحين عرفنا شلون نسوي أري، شلون نحط في ديتا، شلون نسوي أوتبوت. الحين بتكلم شوي نظري، فاللي يحب يعني لحد هني عملي خلصنا، فاللي يحب يفهم شنو الاري شيء بسيط، انه شنو الفكرة عنه يكمل لاخر الفيديو. زين، احنا قلنا مساعة اري هو مصفوفات، زين قلنا المصفوفات مصفوفات من انتجر، تمام، او دبل او فلات او اي شيء، تمام، حتى الاسم هاي مجرد اسم يعني نقدر نغيره مو شيء، زين 1 2 اري اي عادي. زين فخلينا نعرف بالضبط شنو الفكرة علشان يمكن يساعدكم في الليفلات اللي قدام. اذا نروح هني خلينا نفهم هاي كل واحدة من ذلين شنو معناتها. هاي كل واحدة من ذلين ادرس ميموري، تمام. فاذا مثلا تخيلنا هاي الميموري، هو في الاس في الصج الميموري بيكون شكله بهالطريق، هاي الرام، زي مو الهارد ديسك، الرام، وكل العمليات الديتا تتخزن هناك وقت الكمبيوتر شغال وتتنقل الى البروسيسر، تمام، هاي القطعة الهاردوير. اما كسوفت وير او شيء نقدر نشوفه اذا رحنا على تاسك مانجر، زين عندنا هني سي بي يو اللي هو المعالج، بعدين ميموري اللي هو الرام، والديسك، ديسك اللي هو الهارد ديسك. هاي ما قاعد نتكلم عنه، قاعد نتكلم احنا عن الميموري. شوفوا هني ايش كثر ديت يعني بايت قاعد يستخدم، ليش قاعد يطرشهم حق السي بي يو، تمام، اي برنامج اشغله بيطلع هني اوكي. فحتى اذا نروح performance، هاي هو هاي بيكون الرام، هاي السي بي يو، هاي هارد ديسك، او الديسك مالنا شغل فيه، تمام، احنا شغلنا ويا هاي. زين هاي عبارة عن شنو؟ هاي عبارة عن ادرس ميموري، كله ادرس ميموري، تمام. فاحنا يوم مثلا نقول له نبغي اري خمس من خمس صفات، شنو معنات هالكلام؟ كأن احنا حجزنا زين خمس صفات من الميموري، تمام. وشنو بيكونوا كلهم ورا بعض، خلنا نسمي هاي، والادرس ماله زين عنوان ماله بيكون هاي الكود، بيكون كلهم ورا بعض، تمام. فهاي هالرقم خيالي يعني ممكن يكون 50,000 او شيء كذي، ما ندري بالضبط، ولكن هاي بس عشان تبسط الفكرة. فبيكون يوم احنا قلنا نبغي خمسة، فش اسمه، ففي الميموري حجز لنا خمس اماكن زين علشان يحط لنا الديتا. ومثل ما نشوف اندكس 0 10، فهاي هني بيكون عندي 10، زين هني ما حطينا شيء، ثاني واحد، ثالث واحد حطينا 12، بيكون كذي. لو مثلا بنخلي ديتا ازيد شلون بيكون شكل الهاي؟ خلينا نقول هني حطينا 20، وهني مثلا 30، نقول هني 40، تمام. شلون بيكون؟ نرجع هني حق الميموري، زين بنخلي هني 20 30 40، تمام. فهاي صار شكل الميموري. اللي حاب يسأل ان هل
ما دام انا كتبت فوق 5 او في البرنامج كتبت 5 هني، هل بيحجز لي 5 اماكن ميموري؟ بالضبط لا، لان كل انتجر يعتبر عن رقم من البايت، فشنو في بيحجز لي 5 انتجرات. زين، اللي بيدرسون هاردوير وكمبيوتر انجينيرينج بيكون عندهم اطلاع ازيد. زين، ولكن كتبسيط هاي بيكون الشكل عشان بس نبسط الفكرة. فكأن حجز 5 ادرسات ميموري. زين، واذا حطينا 10 بيكون 10 وكذي، تمام. ف array of memory address memory اللي هو مصفوفات من الميموري، تمام. اعتقد ان شاء الله قدرت اوصل لكم الفكرة، ونشوفكم في فيديو ثاني.